تصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة المراحل الأولى من بطولة فونتين بلو الفرنسية الدولية لسباقات القدرة وسط منافسة قوية من فرسان العالم لمسافة 160 كيلومتر. نعم، جاء ذلك بحضور ومتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن يتصدر المراحل الأولى بعد قيادة مميزة مع الجواد فالنسيا، حيث كان سموه محط الأنظار من كافة المشاركين في ظل ما يتمتع به سموه من حنكة وقدرات فنية عالية في الساحة الأوروبية، خصوصا أن سموه دخل البطولة محملا بإنجازات متعددة في الموسم الأوروبي الحالي بتتويج سموه بأربع ألقاب متتالية انطلاقا من مهرجان ويندسور الدولي ومرورا بلقب بطولة مونتل سينو الدولية الإيطالية ثم بطولة سلوفاكيا الدولية وأخيرا لقب بطولة العالم للقدرة للجياد ذات 8 سنوات. ويقام سباق 160 كيلومتر على 6 مراحل وما زالت المنافسات مستمرة حتى الآن. من جانبه شهدت البطولة مشاركة إيجابية لفرسان الفريق الملكي في سباق 160 كيلومتر وتصدر فرسان آخرين سباقي 127 كيلومتر و100 كيلومتر. وما زالت المنافسات مستمرة حتى الآن مع تبقي المراحل الأخيرة من السباقات.